لدي أخ وفيه وسواس شديد في الوضوء والصلاة، وعند كل وقت صلاة يسأل عن كيفية الوضوء، ويقيم عنده من يحسب له عدد الوضوء، فهل يجب إجابته عند كل صلاة؟ يجب تعليمه بأن يرفض الوسواس ويتعوذ من الشيطان ويتوضأ ويترك، لأنه يزيد عليه إذا علمته كل مرة تعلمه يزيد عليه الوسواس، فعلمه أنه يتعوذ من الشيطان ويسمي عند البداية الوضوء ويستمر في وضوءه ثم يخف عنه ويزول بإذن الله.